وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد الحمادي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، رقعة بلدات المصالحة في سوريا تزداد يوما بعد آخر، كيف ترون موقف المعارضة في درعا وما مصير النازحين بعد هذه المصالحات؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم. هذه ليست مصالحات، هي فرض أمر الواقع بقوة السلاح الروسي الذي دمر تلك المناطق وأجبر يعني العالم، أجبر الشعب السوري لاتخاذ هذا القرار. يعني القرى لم يبقى لديها أمل نهائيا في العيش بعد أن وصلت إلى الحدود وتم إغلاق كل الحدود في وجهها. هناك دول تخلت عن مسؤولياتها كالولايات المتحدة التي قالت لا تنتظر من الولايات المتحدة أي معاونة عسكرية، وهذا كان إشارة بأن الروس والإيرانيون والنظام سيقتحم تلك المنطقة. القرى التي تزداد بالمصالحات هي بقوة القوة العسكرية الروسية التي تدخل إلى القرى وتخير الناس إما بالقتل أو التهديد أو المصالحة. أين النازحين اليوم ال 350 ألف الذين ينتشرون في البراري وعلى الحدود؟ أين سيعودون بعد أن تم تدمير قراهم ونهب ممتلكاتهم في أسواق التعفيش لقوات النظام في النظام على مرأى الشرطة العسكرية والقيادة العسكرية الروسية وللنظام؟ يعني هذا ليس مصالحات وهذه ليست مفاوضات، هي فرض أمر الواقع عندما تخلى العالم عن الأحرار السوريين وسلموا سلموا رقابهم إلى الجلاد الروسي والجلاد الإيراني وكذلك قوات النظام. هذا ما يحصل. طيب، بعد أن سيطرت قوات النظام على شريط الحدود الذي كان يعتبر هو المنفذ لقوات المعارضة، كيف سيضعف هذا الوضع فصائل المعارضة ويعزلها؟ بالطبع هذا ما حدث عندما تم المصالحات وتم السيطرة على الشريط الحدودي بين معبر نصيب وما بين خراب الشحم، يعني الحدود الأردنية، بحجة بأن قوات النظام والقوات الروسية ستذهب إلى منطقة حوض اليرموك لقتال تنظيم داعش، يعني جيش خالد المبايع كما يدعون لتنظيم داعش في تلك المنطقة. هذه هي الزريعة الروسية دائما وتحت يعني بطوابير خامسة، يعني بالطابور الخامس تم السيطرة على تلك المنطقة، وكذلك بالقوة العسكرية الروسية التي هدد الجنرال الروسي في الجولة الرابعة عندما رفض الثوار أو رفض قادة الفصائل الشروط الروسية، قالوا بأن هناك 40 طائرة في مطار حميميم جاهزة لتدميركم تدميرا نهائيا، عليكم أن ترضخوا لما نريد. طيب، وهذا ما حصل بالطبع، يعني إغلاق الحدود، عدم تبني الدول أو تخليها عن الثورة السورية، جعل الناس يحافظون على ما يمكن المحافظة عليه. الكيان الصهيوني كيف تقرؤون موقفه بعد سيطرة قوات النظام المدعومة من ميليشيات إيرانية على الحدود؟ لولا الموافقة الروسية الإسرائيلية الأمريكية في منطقة الجنوب لما تجرأت قوات النظام ولا القوات الروسية، لأن اليوم الإسرائيليين هم من ينسق مع الروس بشكل كبير في الطلعات، في الضربات، في السياسة في تلك المنطقة. ليبرمان زار روسيا، نتنياهو اليوم في روسيا للمرة الثالثة في هذا العام وسبقها في 7 مرات أخرى. إذن هناك فقط العداء يجمعهم للشعب السوري ولتأمين مصالح إسرائيل. إسرائيل موجودة في كل هذه الاتفاقيات، موجودة في دخول القوات الإيرانية. طيب، هم كاذبون، وكل ما يتحدثون عنه بأنهم هم أعداء لإيران عبارة عن فقاعات إعلامية، وما يتم على أرض الواقع هو بالكلام عن إيران. بالكلام عن إيران، هنالك مطالبات أمريكية لإيران بسحب ميليشياتها من سوريا. طيب، بعد التقدم الذي تحققه قوات النظام بمساعدة هذه الميليشيات، هل من الممكن أن تنسحب هذه الميليشيات؟ وما الخطر الذي تمثله على خريطة القوى الإقليمية؟
أخي الكريم، لو كانت الولايات المتحدة صادقة لدعمت الجبهة المعادية لإيران وهي الجيش الحر الذي يقاتل نظام الأسد. بما أن نظام الأسد موجود في سوريا، فأن النفوذ الإيراني متواجد في لبنان ومتواجد في سوريا. إذا من جلب الإيرانيون هو نظام الأسد، ولا يمكن أن يتم تقليص النفوذ الإيراني مع وجود هذا النظام، الذي بالأمس حسين عبد اللهيان قال بأن لا يستطيع أحد إجبارنا على الخروج من سوريا حتى ولو طلب مننا حلفاؤنا الروس. إذا كل هذه العملية أتوقع غير مجدية بالنسبة للأمريكان. من يستطيع أن يخرج الإيرانيون من سوريا هم أبناء سوريا الذين يقاتلون الوجود الإيراني الذي انتشر اليوم بشكل كبير، ثقافي وعسكري والتشيع كامل، وعن طريق بعض يعني شركات البناء من جهاد وغيرها، ليتم تدمير المناطق ثم يتم إعادتها بالقوة الإيرانية ويتم توزيعها على المقاتلين الذين أتوا من باكستان وأفغانستان والعراق وغيرها. فتح جبهة الأذقية هل هو صحيح في هذه الفترة وفي هذا التوقيت، خصوصا أن هنالك أنباء تحدثت عن تسليم الميليشيات الكردية لمناطق بالحسكة للنظام؟ أخي، الميليشيات الكردية ليست في حالة عداء مع النظام نهائيا. هناك تعايش منذ 6 سنوات في القامشلي وفي الحسكة ما بين الأجهزة الأمنية والحزبية للنظام وكذلك الأمنية والحزبية للميليشيات الكردية. هناك اليوم عبارة عن إجراءات بناء ثقة ما بين الطرفين، اقتصادية وسياسية وعسكرية. هم نفس يعني لا يختلف حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقوده بشار الأسد عن حزب البعث الكردي الذي يقوده هذه الميليشيات، يعني البيكيكي واليبدي واليبجي، وهؤلاء كلهم ينهلون من منهل واحد. فهؤلاء ليس لهم هدف في إسقاط هذا النظام، هم فقط يريدون اللعب في المياه العكرة لتحقيق بعض الانتصارات وبعض المصالح الذين ينوون التمسك فيها. عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.